اخوتنا المدرسين ان يعبوا معنا، ان يعبوا مع اخوتهم، مع ابنائهم، مع طلبتهم، مع تلاميذهم. اين انتم يا اشباه الانبياء؟ لماذا تتوارون في منازلكم؟ هبوا هبة رجل واحد، ساندوا اخوانكم، ساندوهم بالكلمة، بالمال، بالوقوف معهم. نطلب من شباب الزنتان، نطلب من الكهول الزنتان عدم البقاء في المنازل والخروج مع ابنائهم الى ساحات الوغاء. كيف ان النظام الكذاب انهار انهار الى الابد. كما نرجوكم يا اخوتنا، يا اهل الزنتان، يا شباب الزنتان، التقيد بمبادئ الاسلام، عدم التعرض لمعسكر الزنتان ومن فيه اولادكم، عدم التعرض للمصرف الاهلي او الوحده او غيره، عدم التعرض للسجل المدني، عدم التعرض لباقي الممتلكات التي نحصيها لمدارسكم التي يقرا فيها ابناؤكم، جيل الناشيه، هذا الجيل الذي سيخدم البلد، هذا الجيل الذي سيقود الزنتان. الله اكبر. البلاد على رقي شبابها، ان كان حيا لا تخاف زواله، اما الطاغيه فقد تداعى وتصرمت ايامه ولياليه وانهار حكمه، فهو يلطم حظه وسقط عروشه وانتهى في مزبلة التاريخ إلى يوم الدين، لعنة الله عليه، فما الله جهنم. الله أكبر. الله أكبر.